عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطنية السيد محمد الكناني ينضم إلينا. أهلا بك سيد محمد. يعني تفيد المصادر بوجود وساطة يقودها السيد الحكيم لتقريب المتخاصمين حول الانتخابات، يعني تمهيدا لتشكيل حكومة توافقية. يعني في ضوء النتائج الحالية، هل من معلومات حول طبيعة هذه الوساطة وما هي نتائجها إلى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الموقرة. في بادئ الأمر أن وساطة سماحة السيد الحكيم هي ليست الدخول والمشاركة في حكومة توافقية، وإنما تقريب وجهات النظر لإخراج الأزمة الحالية، أزمة التفاهم، أزمة التفاهم الحالية بين الكتل السياسية الفائزة، وخاصة وجودنا في الإطار التنسيقي. تدرين هذا الإطار هو موجود سابقا، إطار تنسيق شيعي لتوحيد الرؤى وتوحيد الخطاب. بعد أحداث تشرين كان لابد وجود فد إطار يعوض عن التحالف الوطني الذي كان يرسم السياسة في الكتل الشيعية البارزة، ولكن عندما كان هذا الإطار كان فيه كل الكتل السياسية، وعندما انسحب التيار الصدري من الانتخابات انسحب من الإطار التنسيقي، فهو إطار موجودة فيه كانت كل الكتل السياسية، وهو ليس تشكيل حكومة، وإنما شكل هذا الإطار لغرض التباحث والتدارس والخروج برؤى مشتركة. فهذا الإطار التنسيقي عندما نكون فيه نكون قطب رحى للتوازن، توازن هذه الكتل أفضل مما يذهب العراق إلى منزلق خطر وإلى تصعيد وتهديد وقطع علاقات سياسية ما بين الكتل التي تؤثر في الشارع السياسي، ومن ثم نذهب إلى تعطيل لتشكيل الحكومة وتعطيل للتفاهمات السياسية. وكلكم لاحظ أن كل الكتل الكردية والكتل السنية هي الآن تريد توحيد الرؤى الشيعية حتى تكون جاهزة للتفاهم مع هذه الكتل، لا تريد أن تدخل في محور مقابل محور. وجود السماحة السيد الحكيم ليس وجود الآن تحالف قوى الدولة، وتحالف لا يستطيع أن يشكل حكومة أو يقود محور، ولكن يقرب وجهات النظر بعيد عن الحسابات التشكيل الحكومة وما سيرافق من توزيع مناصب أو توزيع وزاري. نحن نريد أن نحجم التفاهمات حتى لا تكون إلى تصل إلى انسداد في التفاهمات المقبلة التي ستكون حاضرة في تشكيل الحكومة، ونستبعد تشكيل حكومة في هذه الأزمة إلى ما بعد 10 أشهر أو 9 أشهر. ولهذا سماحة السيد الحكيم وجوده الآن هو للتقريب بين هذه الكتل السياسية الفائزة لغرض تشكيل الحكومة وتحمل المسؤولية الكاملة، باعتبار الآن هذه الكتل السياسية هي القادرة على تشكيل الحكومة، لا توجد حكومة توافقية ومن ثم نذهب إلى الكل يعارض والكل يشارك. بالعكس، نحن موجودين على شرط أن يكون أن تكون للحكومة. نعم سيد محمد، يعني وأنت تتحدث عن الوساطات لتقريب وجهات النظر وأيضا وجود الإطار التنسيقي لتوحيد الكتل، يعني هناك حديث عن انشقاقات مرتقبة من الإطار التنسيقي نفسه للالتحاق يعني بكتل فائزة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر. في حال فشلت فعلا مساعي تشكيل حكومة توافقية، ما هي خيارات المعترضين؟ ما أعتقد هي مو خيارات مع المعترضين، هي ما هي خيارات الكتل السياسية. هل تستطيع أن تذهب كتل إذا لم تكن تمتلك أقل في الجلسة الأولى، إذا أن تمتلك ثلثي مجلس النواب أو على الأقل تمتلك 165 نائب؟ هل الآن لدينا كتلة أو تفاهم بين كتل تصل إلى 165 نائب؟ قد تكون في الأيام المقبلة إذا ما تعطلت التفاهمات، ولكن
الآن وجود الكثير من المستقلين ووجود الكثير من الكتل السياسية ليست لديها أرقام كبيرة. تعلمين ست أن في 2010 و2014 هنالك قوائم حصدت بالتسعين والمئة صوت لم تستطع أن تشكل حكومة باعتبار احتاجت لمئة أخرى حتى تستطيع أن تجلس وتختار رئيس جمهورية، ومن ثم هذا التوافق يذهب إلى اختيار رئيس برلمان ورئيس وزراء. نعم، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني السيد محمد الكناني، شكرا جزيلا لك.